السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لوصفتنا اليوم سوف نحتاج إلى لحم، هنا حوالي كيلو أو كيلو ونص لحم كما ترون قطع، يسلق مع ملح وقليل من الفلفل الأسود، طبعا ينضج بنسبة تقريبا 80 إلى 90%. هنا لدي ملعقة كبيرة زنجبيل، ملعقة كبيرة ثوم، ملعقتين عفوا حبتين كبيرة بصل. هنا لدي المورينجا كما ترون، هذه المورينجا أوراق المورينجا، نضع عليه ماء الحار حتى ننظفها في حالة كان هناك مثلا، نضع عليها ماء حار ننظفها كان حشرات أو أي شيء. بعدها سوف نقوم بغسلها بالماء العادي. نحتاج إلى ملح، فلفل أحمر حار، هنا الجرام مسالة تقريبا ملعقة كبيرة ونصف، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة كركم. نحتاج إلى حبتين كبيرة طماطم، فلفل أخضر حار، ونحتاج إلى الزيت وإلى طبعا الملح. في طنجرة نضع تقريبا حوالي ربع كوب زيت أو أكثر بقليل، ثم نضع البصل ونحرك حتى يصبح لونه ذهبي، نتركه حتى يصبح لونه ذهبي. هنا كما ترون البصل أصبح لونه ذهبي خفيف، سوف يصبح طبعا فيما بعد أكثر. نضيف الزنجبيل والثوم ونحرك تقريبا دقيقة إلى دقيقتين. هنا كما ترون أصبح البصل لونه بني أكثر، نضيف الطماطم والفلفل الحار ونحرك تقريبا مدة دقيقتين حتى تذبل الطماطم. نضيف البهارات ونحرك لمدة دقيقة. نضيف الآن اللحم ونحرك تقريبا دقيقتين إلى ثلاث، ثم نضيف مرق اللحم ونحرك اللحم حتى تندمج جميع المكونات كما ترون. سوف أترك اللحم تقريبا دقيقتين، بعدها سوف أضيف المورينجا، طبعا لا تنسوا إضافة الملح. الآن سوف نضيف المورينجا ونحرك قليلا ونخلط اللحم مع المورينجا كما ترون، نتركها تقريبا مدة دقيقتين إلى ثلاث على نار هادئة. بعدها سوف أضيف مرق اللحم. الآن سوف أضيف مرق سلق اللحم هنا، طبعا نضيف مرق اللحم حتى يغطي فقط يعني مستوى اللحم، ونتركها لمدة 10 دقائق تنضج. هذه وصفتنا لليوم، أتمنى أن تجربوها، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائي. مع السلامة.